اهلا بكم الى برنامج سياسات داخليه، البرنامج الذي يعالج خبايا السياسه الاسرائيليه وتفاصيلها. نستضيف في هذه الحلقه كلا من بروفيسور يتحاك كاتس مدير معهد ماجار محوط للاستطلاعات، وعبر سكايب ايضا معي دكتور عاص الاطرش مدير معهد يافا للابحاث. في هذه الحلقة نسلط الضوء على استطلاعات الرأي التي يجريها المختصون والمراكز لتكوين صورة عن نبض الشارع قبيل الانتخابات وعلى مدار الحملة الانتخابية. كثيرا ما صدقت تلك الاستطلاعات بتنبؤ النتائج، لكنها أيضا أخفقت في بعض الأحيان. فكيف تجرى تلك الاستطلاعات، وما هي العوامل التي تجعلها قريبة من الواقع، وما الأسباب التي تقودها إلى الخطأ في أحيان كثيرة؟ نشاهد تقرير الزميل إلى إكرام حجيرات، ومن ثم نعود للمتابعة. استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات باتت جزءا أساسيا في الكثير من الدول، مثيرة النقاشات حول أهميتها ومصداقيتها ودقتها وملائمتها للواقع، ومن هي الجهات التي تقف من وراء إجرائها. ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، تشهد الساحة ازديادا للجهات التي تجري الاستطلاعات، وتتوزع بين الأحزاب والجهات الإعلامية على اختلافها في محاولة منها للتنبؤ بقرار الناخب. تظهر جميع الاستطلاعات التي أجريت مؤخرا توجها عاما لدى الناخب الإسرائيلي نحو أحزاب اليمين، فقد أظهرت جميعها تقدم حزب الليكود بفارق كبير عن باقي الأحزاب الأخرى، وتراجعا واضحا في قوة الأحزاب اليسارية، كما ظهر في استطلاع قناة I24 نيوز الأخير الذي أشار لهذا التوجه. وتبقى استطلاعات الرأي وسيلة قياسية محدودة وعرضة لمزاج الشارع المتقلب، مثل ما حصل في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 التي جاءت نتائجها مخالفة لتنبؤات الاستطلاعات، إذ أشارت جميعها في حينه لتفوق المعسكر الصهيوني على حزب الليكود بفارق 4 مقاعد، بواقع 26 مقعدا مقابل 22 مقعدا، ليحقق الليكود مفاجأة بحصوله على 30 مقعدا مقابل 24 مقعد للمعسكر الصهيوني. أقل من 50 يوما تفصلنا عن يوم الحسم، فهل ستشهد الساحة السياسية مفاجأة أخرى مشابهة لما شهدته في عام 2015؟ إذن عدنا إلى ضيفينا من جديد. بروفيسور كاتس، ما هي أهمية الاستطلاعات التي تجرى قبيل الانتخابات؟ فعليا لا يمكن التفكير في معارك انتخابية، وبالتأكيد ليس المعركة الحالية، بدون استطلاعات الرأي. استطلاعات الرأي تهدف إلى تعريف الجمهور ومتخذي القرار ما هو الوضع في كل لحظة. الهدف الثاني هو اتخاذ القرارات استعدادا لتقديم اللوائح الانتخابية، الشخصيات التي يجب أن يتم إدراجها في هذه القوائم. والهدف الثالث هو التأثير على الناخبين، على النشطاء وعلى متخذي القرار. لذلك لا يمكن، بينما سواء نحب ذلك أو لا نحب ذلك، لا يمكن التفكير في أي حملة انتخابية بدون استطلاعات الرأي. نعم دكتور عاص، برأيك أولا يعني نتحدث عن المسألة الأساسية، أهمية الاستطلاعات وكيف تجرى هذه الاستطلاعات. نعم، أولا مساء الخير لجميع المشاهدين، وخلينا نحكي على استطلاعات الرأي من وجهة نظر مستطلع، من وجهة نظر المعهد. أولا استطلاع الرأي يأتي ليصور واقع معين في فترة زمنية محددة، يعني إذا بنحكي عن استطلاع مش بصبص بنقول أنه صحيح لهذا اليوم الاستطلاع يقول كذا وكذا، كما حدث كمان اللي سبقني بروفيسور كاتس أيضا هي تخدم متخذي القرارات في بناء استراتيجيات في الحملات الانتخابية المختلفة، وأيضا تركز على نقاط القوة والضعف لكل قائمة أو لكل حزب، وكيف تتوجه إلى جمهور ناخبيها وإلى الجمهور عامة. النقطة اللي كمان المهمة كثير بالاستطلاعات الرأي أنه عمليا هي بتقيس موقف معين تجاه المواطنين من أجل
أحيانا التأثير على الآخرين. يعني إحنا بالعلوم الاجتماعية دائما بنحكي من تأثير الأكثرية على الأقلية أو تأثير القطيع إلى حد ما بسموه باللغة العلمية، اللي من خلاله كمان ينبنى وجهة نظر عامة للوضع الانتخابي في فترة زمنية محددة. وطبعا هذا الشيء كمان من الممكن، مش دائما، من المحتمل أنه يؤثر على جمهور الناخبين. والشيء الأساسي أنه فيش واحد منا يعني بيشترك في انتخابات سواء كناخب أو كممثل جمهور ما بحب يعرف شو الوضع اللي هو موجود فيه وين موجود. يعني صحيح. عملية إعلامية بكل معنى الكلمة، والمعرفة، والمعرفة بتعطي الثقة بحالة من هالنوع للمرشحين وكذلك للناخبين. طيب. الاتجاه والاتجاه الأكثر ملائم. بروفيسور كاتس، تحدثتم يعني كلاكما تحدث عن أهمية الاستطلاع من ناحية ممثلي الجمهور أو المرشحين لبناء ربما رؤية معينة من قضية معينة. هل برأيك نتائج الاستطلاعات بالفعل تغير في بعض الأحيان في مسارات القادة، في مسارات الأحزاب، في من ناحية تركيزهم على قضايا معينة أو حتى من ناحية آراء ومواقف من هذه القضايا؟ بلا شك التاريخ وخلال عشرات الأعوام التي نجري فيها استطلاعات رأي يمكن لنا أن نتحدث عن تأثير فور الاستطلاعات الرأي. في الماضي حينما أجرينا استطلاع رأي ورئيس الوزراء الذي كان يفكر باتجاه معين يرى نتائج استطلاعات الرأي وهو يعلن بالتالي على قرار يسير بالاتجاه المعاكس. أنا سأعطيك نموذج حقيقي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حينما تخبط قبل 10 أعوام هل يجب نقل بناء القائمة، قائمة الليكود، من اللجنة المركزية للحزب وللجمهور الواسع، هو قرر وفق استطلاع رأي من أن يتم اتخاذ قرار تشكيلة الحزب من قبل جمهور أعضاء الحزب الواسع وليس من قبل اللجنة المركزية للحزب. هناك حالات عديدة تكون فيها تأثيرات استطلاعات الرأي فورية على متخذي القرار. هناك من يعارض ذلك، أن يتخذ القادة قراراتهم وفق استطلاعات الرأي. أنا أقول لا يوجد أدوات أخرى بالإضافة إلى الانطباع الذاتي. استطلاعات الرأي هي وسيلة أساسية لاتخاذ القرارات. طيب دكتور عاص، يعني بناء على هذه النقطة، كيف، من هو الذي يؤثر؟ الشارع يؤثر في المرشح أم المرشح وطرحه هما ما يؤثران في الشارع؟ يعني إذا كان المرشح يريد أن يغير بناء على استطلاع للرأي في موقفه السياسي من قضية معينة، وتحديدا نتحدث عن رؤية سياسية أو موقف معين في قضايا أساسية، يعني كيف يمكن الثقة في هؤلاء المرشحين الذين يبنون مواقفهم على استطلاعات الرأي؟ خلينا نحكيها من وجهة نظر مختلف، إن كل قرار في حياتنا إحنا بنأخذه مش بس في الانتخابات، وإنما أي قرار مفروض يكون مبني على معلومات، والمعلومات هي عمليا بتقلل نسبة الأخطاء اللي ممكن نأخذها بأي قرار معين. فالانتخابات أو الحملة الانتخابية هي جزء من قرارات عديدة اللي بيخذها الإنسان، مش شرط فقط السياسي وإنما أيضا في حياته العملية لما بيكون عنده معلومات ويطلع بقرار أكثر سليم. فمصدر المعلومات هو الجمهور، مصدر المعلومات هو الجمهور، وبالنهاية السياسي هو بيبني أو خلينا نقول يعد خطة عمل اللي مبنية على رغبات واحتياجات الجمهور. فهو بيعرف شو الرغبات واحتياجات الجمهور من جهة، ومن جهة تانية إيش اللي بيرضيهم، فبيحاول قدر الإمكان يصل للتأثير على مواقفهم من خلال المعلومات اللي بيجمعها من خلال الجمهور، أو ما إحنا بنسميها من خلال المستطلعين. يعني عملية جمع المعطى أو جمع المعلومة بتخدم السياسي في كل قراراته، مش مهم إيش كانت
أو أي إنسان آخر متخذ قرار أو حتى إنسان في شركة معينة مدير شركة معينة إذا بيكون فيش عنده معلومات كافية من أجل اتخاذ القرار فالقرار ممكن يطلع أو يكون مخطئ بنسبة عالية جدا. فإحنا بنيجي بالاستطلاعات ونقول إحنا مستعدين نتحمل نسبة خطأ معينة، يعني لما بنيجي بنحكي على نسبة خطأ 5% أو 4% في الاستطلاع أو 6% أو 10% إلى حد ما بنقول إنه هاي نسبة الخطأ اللي ممكن نتخذها أو نتحملها في اتخاذ القرار المناسب. يعني بمعنى آخر السياسي حتى لو اتخذ قرار مبني على آراء وتوجهات الجمهور وبيأخذ كمان عنصر المجازفة بنسبة معينة. والاستطلاعات بكل الأحوال أثبتت إلى حد ما قدرتها على بناء سياسات مش مهم سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بل ورد سياسات معينة. نعم بروفيسور كاتس، يعني جرى أن أخطأت الاستطلاعات، ربما المثال الأبرز إذا كنا نتحدث عن الانتخابات العامة في إسرائيل في انتخابات الكنيسة 20 جميع الاستطلاعات أو معظم هذه الاستطلاعات تنبأ بفوز حزب العمل وهيرتسوغ على أن يشكل الحكومة، وبالتالي وجدنا أن حزب الليكود هو من فاز وليس بفارق يعني فارق مقعد أو مقعدين. ما الذي جرى في حينه؟ لا شك أن كل رجل مهنة يمكن له أن يخطئ، ليس فقط المستطلعين، يجب استخلاص العبر وتطوير أنفسنا. ولكن مع كل هذا إحدى الإشكاليات، وأنا لا أبحث عن ذرائع هنا، كثيرون ممن ينتخبون في بعض الحالات 30% أو 40% من الجمهور يتخبطون حتى صبيحة الانتخابات، هل سيذهبون للتصويت؟ وبعد أن انتهوا من هذا التخبط سيتخبطون حتى اللحظة الأخيرة لمن سيقوم بالتصويت. وهذا يفسر نمو بعض الأحزاب وقوتهم يوم الانتخابات مقارنة بفترة استطلاعات الرأي. لذلك هناك قيود حول استطلاعات الرأي، هناك ظاهرة إضافية حتى في الأماكن التي يجب للاستطلاع أن يكون أكثر دقة، على سبيل المثال عند خروج المستطلع آرائهم من صناديق الاقتراع رأينا أن بعض المصوتين كذبوا في إعطاء هوية الحزب الذي صوتوا من أجله. لذلك حتى إن اتخذنا الوسائل الكافية يمكن من يحاول أن يلتف ويوقعنا بخطأ. طيب دكتور عاص، يعني بروفيسور كاتس تحدث عن تلك الشريحة ربما الضئيلة في المستطلع آرائهم الذين لا يجيبون الإجابات الصحيحة أو التي في يعني عمليا الإجابة التي يريدون بالفعل، إن سألك عن ماذا ستصوت أو لمن ستصوت لا تجيب بإجابتك الحقيقية. هؤلاء قال إنهم شريحة ليست كبيرة، لكن هل هناك استخلاص للعبر عندما تكون فجوة كبيرة بين نتائج الاستطلاع والنتائج الحقيقية على الأرض؟ أول شيء دعيني أصحح إنه في 2015 أنا بعمل استطلاعات في المجتمع العربي والاستطلاعات كانت صحيحة كما هو متوقع، لم يكن الفشل كان عند الجمهور اليهودي، لم تكن عند الجمهور صحيح العربي. كانت هذه النقطة سأسألك لاحقا عن الجمهور يعني الناخب العربي. عمليا في عمليا أمور مختلفة. اثنين، في عدة أنواع من الأخطاء اللي ممكن تحدث في الاستطلاع. حكينا إنه قبل شوي إنه نسبة الخطأ اللي ممكن نتحملها، ولكن في أخطاء من نوع آخر، أخطاء اللي عمليا بنسميها أخطاء المبحوثين، يعني عمليا المبحوثين نفسهم بيجاوبوا بطريقة غير سليمة أو عدم فهم للأسئلة بشكل مضبوط أو في لهم هدف معين. هذه أخطاء كمان شائعة بالاستطلاعات وبنحاول قدر الإمكان أن نقلصها بشكل كبير. الأمر الثاني أنه يمكن في الانتخابات السابقة بال 2015 انتخابات الكنيسة 20 كان في تأثير أو أكثر من تأثير واحد في آخر يومين، وعمليا مش بالصدفة كمان الحكى حتى أنه رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو حكى بيوم الانتخابات أنه عمليا العرب بيصوتون بأفواجهم الكبرى وهو تأثير، فهذا كمان أثر
على خروج ناس آخرين إلى التصويت وأعطى نتائج مختلفة عن أرض الواقع، لأنه هذا الحكى خلال النهار، مش يعني عمليا الحكى كان من البداية. إذا في أمور ممكن تحدث وتأثر على الاستطلاع، فعمليا إحنا قديش ممكن نتعلم؟ إحنا ممكن نتعلم ونستفيد من كل الأخطاء ونقلل الأخطاء بنسب معينة، يعني 1% 2%، ولكن في ظروف في بعض الأحيان تنشأ حتى لو إنه استعملت كل الوسائل العلمية اللي ممكن تأثر على نتيجة الاستطلاع. طيب بروفيسور كاس، من بالمرة اللي نفذت 2015. نعم، من يطلب الاستطلاع بروفيسور كاتس؟ من هي الجهات التي عادة يعني تطلب الاستطلاع في انتخابات الكنيسة؟ عادة أظن الأحزاب أو المرشحين لرئاسة الوزراء، في انتخابات السلطات المحلية يعني يطلبها المرشحون لرئاسة السلطات. من هي الفئة التي يعني تطلب هذه الاستطلاعات؟ هناك عدة عناصر تطلب استطلاعات الرأي. بالمرتبة الأولى الأحزاب القائمة والأحزاب الجديدة، وكذلك تنظيمات تفكر بالترشح في الانتخابات وإنشاء أحزاب كما نشهد في هذه الفترة، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، هذا خاصة في مرحلة الانتخابات التمهيدية لشخصيات تفكر في ترشيح نفسها. وعلينا أن لا ننسى وسائل الإعلام التي هي تقوم بالطلب من إعداد استطلاعات الرأي وتقوم بنشر استطلاعاتنا، أن لا يتكلوا على أنفسهم بل يطلبون استطلاعات الرأي منا. وهناك عناصر خارجية، عناصر تريد التأثير على المعركة الانتخابية في كل اتجاه. اليوم هناك من يطالب بالوحدة بين أحزاب اليمين أو بين أحزاب اليسار. هذه الجهات تقوم برجال أعمال على سبيل المثال، جنرالات سابقون يريدون التأثير بطريق ما على الانتخابات حتى وإن لم ينادوا بالتصويت لصالح حزب معين. كل هذه الجهات تطلب استطلاعات الرأي. هناك أيضا جهات دولية تقوم بالطلب منا إجراء استطلاعات الرأي، سواء كانت وسائل إعلام دولية أو حكومات أجنبية. نعم دكتور عاص، وأيضا يعني بروفيسور كاتس سأعود إليك في هذه النقطة لأستمع إلى رأيك، لكن دكتور عاص يعني هل هناك استطلاعات موجهة بناء على ما تحدث به قبل للبروفيسور كاتس؟ هناك بعض الجهات التي ليس لها علاقة مباشرة في الانتخابات لكن لديها ربما تأثير معين أو تريد تأثيرا في الانتخابات وتطلب استطلاعا معينا، هل هناك استطلاعات موجهة؟ استطلاعات موجهة معناتها أنه تأثير على خلينا نقول على النتائج، وهذه الشيء بتصور أنه كل معهد أبحاث بيحترم نفسه وبيشتغل بمهنية عالية بيسمحش بهذا الشيء، لأنه عمليا بطل استطلاع. لما صار في استطلاع موجه بطل في استطلاع، وإنما أصلا فيش حاجة لاستطلاع حالي من النوع. فالاستطلاعات عادة تعتمد على معايير علمية دقيقة، معهد الأبحاث يتوخى أن يصل إلى الحد الأقصى من الدقة وأقل حد من الأخطاء، لأنه عملياً في شيء اسمه أخلاقيات العمل من جهة معاهد الأبحاث، ومعاهد الأبحاث غالبيتها العظمى أو حتى كلها تحافظ على أخلاقيات العمل وعلى أن يكون استطلاعاتها دقيقة إلى حد ما. خلينا نحكيها باللغة البسيطة جداً، يعني الإنسان الصادق أو المعهد الصادق بيرجع عنده بالمستقبل، المعهد اللي مش صادق ما بيرجع عنده بالمستقبل. فاللي بفكر حتى خطوتين لقدام لا يمكن أن يسير في اتجاهات اللي بتكون اللي فيها استطلاعات موجهة. استطلاعات موجهة ممكن أن تقوم فيها وسيلة إعلامية هون أو صاحب هدف معين من جهة تانية، فهذه بتكونش معاهد علمية اللي بتقوم فيها بشكل أو بآخر، ممكن تكون وسيلة إعلام إلى حد ما. مثلا وسيلة إعلام اللي ممكن تيجي تعمل استطلاع بالإنترنت، إنه كل إنسان بيقدر يفوت
وينتخب اللي بده إياه. فهذا عملية مش استطلاع علمي، ربما أكثر من مرة واحدة حتى، هناك بعض يعني المواقع مش مبني على عينة ممثلة عشوائية تمثل جمهور الناخبين. فالاستطلاعات بحد ذاتها هي تعتمد العلمية والدقة، وهيك بتنبني كل الأبحاث أيضا في كل المجالات، يعني عمليا كلياتها بتنبني على معطيات وعلى معلومات، سواء كانت تجارب أو مشاهدات أو جمع معطيات ووسائل مختلفة أو وعديدة. طيب بروفيسور كاتس، في هذه النقطة يعني لماذا تختلف الاستطلاعات إذا لم تكن موجهة، إذا كنت يعني توافق دكتور أطرش الرأي، إذا لم تكن الاستطلاعات موجهة لماذا تختلف أحيانا نتائجها في نفس الأسبوع وربما نفس الشرائح تجدها في وسيلة إعلام بشكل وفي وسيلة أخرى بشكل آخر؟ أنا أوافق مع زميلي، التحدي هو ليس فقط نظري، سؤالك لم يكن نظريا. صحيح هناك ضغوط خاصة في مرحلة انتخابات، وعلى المستوى اليومي هناك محاولات للضغط والتأثير حينما يريد الزبون التأثير على معطيات استطلاع الرأي. وكما قيل من قبل، من واجبنا نحن أن ننظر إلى مرآة المهنية وإلى أخلاقيات المهنة. فيما يتعلق بالسؤال الآخر، هناك نتائج، ولكن التوجه العام وهو توجه موحد أنه حينما نرى استطلاعات الرأي التي نشرت في الشهر الأخير في مختلف وسائل الإعلام، هناك بعض الفروق ولكنها ضئيلة والتوجهات عامة وواضحة. أن يحصل الليكود في استطلاع الرأي على 29 مقعد وفي استطلاع آخر هناك 31 مقعد، هذا فارق مقبول ومعقول من الناحية المهنية، هذا صحيح بالنسبة لكل الأحزاب. الفوارق يمكن أن تكون كبيرة بسبب طريق الإحصاء وكيف في نهاية المطاف نقوم بإحصاء أولئك الذين لا يريدون التصويت أو يقولون أنهم لم يقرروا بعد التصويت. وكل مستطلع يستعمل خبرته وأدواته لإحصاء هذه الشريحة بشكل مختلف، ومن هنا تأتي الفوارق، بالإضافة إلى عملية التحرير التي تقوم بها كل وسيلة إعلامية يمكن لها أن تسهم بعرض الفوارق. طيب دكتور أطرش، بما أن يعني مشاهدينا في أغلبيتهم الساحقة من العرب، لابد أن أسألك عن الاستطلاعات التي تجرى في بين العرب في إسرائيل، إلى أي مدى بالفعل هي تتعامل بنفس الطريقة بنفس الدقة، وإلى أي مدى هي نتائجها في الآونة الأخيرة، يعني عندما نتحدث عن قائمتين القائمة المشتركة وقائمة العربية للتغيير، هي بالفعل دقيقة؟ اللي بيسري على إيش بيجري بالعالم وإيش بيسري بإسرائيل كمان بيسري على العرب موجود اللي في الداخل. وعمليا الاستطلاعات عند العرب، يعني أنا بضيف إنه أمر آخر، إنه لما بنبني العينة وبيكون إنه معرفة مسبقة إلى حد ما بمبنى المجتمع العربي وأساليب التصويت، هذا بيساعدنا في بناء عينة ممثلة اللي هي عملية تمثل المجتمع العربي بشكل خاص، أو المجتمع العربي في البلاد خلينا نقول مش في الشرق الأوسط. فعمليا لما بنيجي بنحكي على المجتمع العربي في البلاد، احنا بنعرف انه هناك في انماط تصويتيه الى حد ما بناخذها بالحساب في بناء العينه وفي بناء الاسئله، ومن ثم غالبيه الاستطلاعات اللي بنجريها في المجتمع العربي بتكون دقيقه حتى اكثر من غيرها. يعني انا بدي احكي على التجربه لمعهد يافا، من التسعينات لليوم كل الاستطلاعات كانت دقيقه، وبالذات في انتخابات البرلمان او انتخابات الكنيسة. التأثير بتصور معاهد أبحاث عربية ما في بشكل كبير، بس خلينا نقول التأثير ممكن يكون لمعهد أبحاث
اللي بده يجي لسنة وبعدين ينتهي. إما ما حدا طيب دكتور أطرش يعني وضحت الفكرة. أريد أن أستغل الدقيقة الأخيرة أيضا، أريد أن أستمع إلى رأيك يا بروفيسور كاتس. هل تجرى استطلاعات في الشارع العربي وبنفس أنماط يعني عندما تختارون عينة المستطلع آراء؟ الكلمة الأساس هي أننا نختار عينة تكون تمثيلية تمثل الجمهور الواسع، ونختار المستطلعين الذين يجيدون اللغة ويعرفون المجتمع. نتخذ الأدوات بناء على الديموغرافية، على الدين، وأن تكون الشريحة هي شريحة تمثل المجتمع. أشكرك جزيل الشكر بروفيسور يتحاك كاتس مدير معهد مأجار محوط، وكذلك الشكر موصول لدكتور عاص الأطرش مدير معهد يافا للأبحاث. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من سياسات داخلية، حلقة أخرى وموضوع آخر في الأيام المقبلة.